هعمل لكم بقى سلطه الطماطم اللي بالعيش المحمص. السلطه دي تعتبر سلطه سخنه يعني سلطه مش ساقعه، بتتاكل العيش بيتعمل على النار مع زيت الزيتون وكده فبيخليها دافيه، وبعدين بنزودها على بقيه الخضار. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، اوريكم قدرنا واوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي 4 فصوص ثوم مفرومين، عندي 6 شرايح انشوجه مفرومه، 7 معالق زيت زيتون، ملح بحر، عيش توست متحمص، طماطم متقطعه كيوبز او تقطعي يعني زي ما انتوا عايزين زي ما تحبوا تقطيع الطماطم، بس ما تصغروهاش قوي عشان ما تتبلش، عصير ليمون، اوراق بقدونس مفروم، اوراق ريحان مفرومه، معلقه فلفل احمر مفروم او مجفف، وعندي كمان فلفل اخضر حراق لو تحبوا. طيب تعالوا طبعا اول حاجه هنعملها زي ما قلت لكم الجزء الدافي اللي في السلطه او الجزء السخن اللي في السلطه. هنحط زيت الزيتون كميته كبيره شويه عشان الزيت ده كله العيش هيتشربه، هيبقى بطعم زيت الزيتون اللي بالثوم والانشوب. الثوم بس انا عايزه ادقه خفيف، انا مش هقطعه ولا حاجه، يا دوبك بس ايه ههرسه كده. بس كده مجرد هرسه خفيفه، نزله في الزيت وهنزل معاه الانشوجه كمان على طول. اتاكد بس انها متقطعه كويس، اقطعها شويه كمان خفيف كده وهقلبهم مع بعض. برضو نفس القصه، انا مش عايزه الانشوجه تتحروق ولا الثوم، فانا اول ما احس ان هم ابتدوا ياخدوا لون اشيلهم من على النار وارجعهم تاني. هزود لهم دلوقتي ملح بحر، مش هزود قوي عشان طبعا الانشوجه مملحه، هشيل من على النار طبعا ريحه الانشوجه والثوم كتار مع بعض، هجيبهم بره اصلا خلاص. السلطه دي اللي حلو فيها زي ما قلت لكم ان العيش المتحمص ده بينزل بقى يشرب الصوص اللي بزيت الزيتون والثوم والانشوجه ده كله، وبعدين بيتضاف على السلطه بقى اللي بالريحان والبقدونس والليمون وكده فبيخليها طعمها حلو قوي. رجعوا تاني على النار، كده تقريبا وصل لدرجه السوى اللي انا عايزاها. هشيله بقى من على النار وهنزل عليه، او هو على النار كده هنزل عليه الكريتونز او التوست المتحمص، وهقلبه فيه بقى، هنسيبهم بقى مع بعض كده يتشربوا. متحطوش يعني كمية زيت اكتر من كده عشان مش عايزين التوست يبقى مزيت، يعني احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده لسه محمص، يعني سامعين صوته. الطماطم بتاعتي المتقطعة وهنزل عليها البقدونس، الفلفل الحراق، ممكن طبعا نستعمل فلفل احمر مش لازم حراق لو مش عايزين حراق، شويه من ملح البحر لان طبعا الانشوجه مملحه مش هنحط كتير، اقطع شويه من الريحان ده وهنزله برده، هعصر ليمونه تقريبا وخلاص بقى انا حطيت فلفل احمر مش هحط الاخضر، وهقلبهم مع بعض الاول. قلب السلطه دي كويس، نقطه زيت زيتون كمان، قلبها هي اصلا ريحتها حلوه من غير من قبل ما نضيف لها العيش اللي هننزل بقى عليهم كمان العيش